دعا استشاري سياسات العمل محمد مصطفى إلى تطوير قانون العمل في مصر، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. أشار مصطفى خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنا مصر تملك الآلاف ممن يمثلون القوى العاملة في البلاد، مما يدعو إلى إصدار تشريع جديد لتنظيم سوق العمل. مصر كدولة يعني طاقة القوى العاملة فيها طاقة ضخمة جدا، احنا ما يزيد عن يعني او ما يصل الى 30 مليون مصري يعني بيشكلوا قوة العمل في مصر، فبالتالي احنا بنتكلم النهارده على سوق عمل منفتح، سوق عمل بيجب من المرونة وتعدد الوظائف واختلافها وتطورها كثير، فبالتالي لا يجوز طبعا ان احنا نتسلط لهذه الامر بسياسة واحدة او قالب قانوني واحد نقدر ان هو ينطبق على كل القوى العاملة دي على تعدد واتساع يعني عددها. فاحنا محتاجين طبعا ان مصر تجد قدر من المرونه التشريعيه، يعني احنا لو بنتكلم النهارده على تشريع عمل وقانون عمل موحد يقدر ان هو يغطي كل قوه عمل مصر ويقدر ان هو ينظم قوه عمل مصر بشكل متكافئ، ده امر من الصعوبه بمكان. فبالتالي احنا لو يعني تتبعنا كده مساله التطور التشريعي في مصر هنلاقي ان مصر صدر فيها قانون العمل بعد النقاشات امتدت لما يزيد عن 12 سنه تقريبا عشان يصدر قانون العمل 12 سنه 2003، ومنذ ذلك التاريخ وعلى يعني على يعني مرورا بالسنوات الماضيه احنا كان عندنا نقاشات طويله ومتعدده لتغيير قانون العمل وتطويره وإصدار قانون جديد.